مساعدة العائلات المحتاجة والعائلات الموجودة في المناطق النائية. القافلة تضمنت مساعدة من كل النواحي، خاصة من الأفرشة والأغطية، الأغذية، الملابس، المدفئات، المدفئات لمساعدة هذه الأسر الموجودة في المناطق النائية التابعة لدائرة حمام برشا. وسوف تنطلق حد الساعة الآن من مقر مديرية النشاط الاجتماعي تحت رئاسة السيد زاد محمد مدير النشاط الاجتماعي للولاية. شكرا. أخيو لا هذه ما جيناش عندها. صح صح هيا الله يس هاكي اختي بصميلة وخسمي لك ها واش شفاش عمي كاين ما كان هيك عبد القرار هنا عبد القرار عبد القرار هاي وردتو هيا بكره